كورونا بتضرب الاهلي والزمالك في ست لعيبه بالتمام والكمال. النهارده خرجوا رسميا من المباراه بواقع 3 لعيبه بالنادي الاهلي، 3 لعيبه من نادي الزمالك، 3 لعيبه في النادي الاهلي. بنتكلم على طبعا اليو ديانج، وليد سليمان، وصالح جمعه. نادي الزمالك بنتكلم على محمود الونش، عبد الله جمعه، ويوسف اوباما. طبعا غيابات النادي الاهلي ربما نستثني طبعا صالح جمعه ان هو مش اساسي مع الفريق. بنتكلم على اليو ديانج، اهم لاعب في خط وسط النادي الاهلي والدبابه بتاعه الدفاع في نص الملعب، هيغيب على المباراه للاسف طبعا عشان كورونا. ووليد سليمان، واحد من الاوراق الخبره في النادي الاهلي والاوراق الدكه كمان المهمه اللي بيعتمد عليها موسيماني في الشوط الثاني، برضو النادي الاهلي هيفتقده بسبب كورونا، وان شاء الله ربنا يعدي عليهم الايام دي بخير ويشفيهم باذن الله. على الناحيه الثانيه برضو غيابات نادي الزمالك مؤثره جدا جدا جدا، بدايه من محمود الونش، اهم مدافع ليس في نادي الزمالك، ولكن زي ما قلت بقول كتير، محمود الونش افضل مساك في مصر في الوقت الحالي من كل النواحي. طبعا هيغيب وباذن الله ربنا يشفيه قريب. نضيف عليه عبد الله جمعه، باك شمال نادي الزمالك الوحيد طبعا بعد اصابه محمد عبد الشافي، قعدنا نتكلم عبد الله جمعه هو الوحيد اللي بيلعب في مركز باك الشمال. برضو كورونا ضربته، واضح ان هو تعدى من صالح وعبد الله، الاثنين مع بعض اخوات بقى عندهم كورونا، برضو ربنا يشفيه. واخيرا يوسف اوباما، بلاي ميكر نادي الزمالك، برضو كان اخر لاعب في السته اللي تم تاكيد اصابته بكورونا، وبالتالي هو بره المباراه، وان شاء الله باذن واحد احد ربنا يشفيه. وبالتالي النهارده بنتكلم على 6 لعيبه، اكيد 2 مؤثرين في نادي الاهلي، 3 مؤثرين جدا في نادي الزمالك، اكيد هيغيروا افكار المديرين الفنيين، موسيماني في الاهلي وباتشيكو في نادي الزمالك. هل ده ممكن يغير الخطه؟ هل ممكن يغير التاكتكس؟ دي اللي احنا النهارده هنناقشه معاكم على البورد. ازاي النادي الاهلي يلعب بعد الغيابات اللي ضربته، وازاي نادي الزمالك يلعب بعد الغيابات اللي ضربته. تعالوا نبدا على البورد، واكيد بنسبه يعني تفوق 90% الفرقتين هيلعبوا بطريقه اقرب الى 4-2-3-1. الطريقتين دول ما اعتقدش هيبقى في اي مساحه ان هم يتغيروا. ربما يكون طبعا اللعب شويه عند نادي الزمالك اكتر، لان النادي الاهلي طبعا اكيد هنشيل اليو ديانج وهنحط حمدي فتحي. واذا اتكلمنا على التشكيل، خلينا برضو نقول اسامي التشكيل عشان بعد كده نتكلم على التوظيف والتكتيك ماشي ازاي في المباراه. النادي الاهلي خلاص تاكد كده الرباعي الخلفي، وبقى واضح بعد ما النتائج طلعت تمام. محمد الشناوي حارس مرمى، وياسر ابراهيم وايمن اشرف 2 مساكين، وعلي معلول باك شمال، ومحمد هاني باك يمين. خلاص تاكد الرباعي ده ما فيهوش اي مشكله بالنسبه للنادي الاهلي. في خط الوسط خلاص تم استبدال اليو ديانج، هنحط حمدي فتحي، واكيد عمرو السوليه مكمل بدون ادنى مشكله. نروح بقى للرباعي الامامي، هيبقى مجدي قفشه بلاي ميكر بيلعب ما فيش ادنى مشكله. اجايي خلاص بقى متاكد سلامته وشارك في التمرينات الاخيره للنادي الاهلي، هيبقى هو الوينجر الشمال والجبهه المعتاده بتاعت علي معلول واجايي. وعلى الناحيه اليمنى هيلعب اكيد في وجهه نظري حسين الشحات، هيبقى هو الاقرب. ومروان محسن اكيد المهاجم المحبب لدى موسيماني عن اليو باجي، هيبقى هو راس الحربه الصريح. ده اعتقد في وجهه نظري بنسبه كبيره هيبقى تشكيل النادي الاهلي. على الناحيه الثانيه نادي الزمالك بقى في لعب كتير، بقى في لعب وفي توظيف وفي تدوير لعيبه، وهنشوف بقى مين هيحل مكان مين. تعالوا نبدا من الاول. طبعا حراسه المرمى لا خلاف، محمد ابو جبل هيبقى هو حارس المرمى الاساسي. طيب خرج من عندنا الونش خرج، ف وجهه نظري هيخش بداله محمد عبد الغني عشان يكون الثنائيه مع محمود علاء. طيب على الناحيه اليمين احنا ما بين اختيارين، احمد عيد اللي بيلعب بشكل اساسي في الفتره الاخيره، وحازم امام اللي كان مصاب ولسه راجع. انا في وجهه نظري نظرا لحساسيه المباراه، ربما لو حازم امام هو الموجود والدنيا تمام واوكي من الجهاز الطبي، يبقى حازم امام في وجهه نظري اللي ممكن يلعب كباك يمين عشان الخبره. احمد عيد ربما يعني يبقى
اختبار قوي جدا جدا عليه في المباراه دي، فاعتقد ربما يكون حازم امام هو اللي يلعب كباك يمين. نيجي بقى عند المركز اللي الناس كتيره بتسال عليه، هو باك الشمال بعد ما كورونا ضربت عبد الله جمعه. عبد الله جمعه كان هو الباك الشمال الوحيد في الفرقه بعد اصابه محمد عبد الشافي. طيب نعمل ايه بقى في الوضع الحالي؟ الوضع الحالي بيقول ان احنا عندنا تو اوبشنز، عندنا خيارين. الخيار الاول وهو الاقرب ليا انا ككريم سعيد، الاقرب من وجهه نظري، ان يتم الاستعانه باسلام جابر. اسلام جابر اوريدي هو وينجر وبيلعب على الاطراف، وساعات كان بيلعب باك، ساعات ربما يلعب باك مع الداخليه، فربما ينفع انه يلعب في الباك الشمال ويسد الحته دي بالنسبه لنادي الزمالك. طب الخيار الثاني هو انك تبقي على احمد عيد باك يمين وتوظف حازم امام باك شمال، زي ما عمل كارتيرون لو تفتكروا، زي ما عمل كارتيرون في مباراه الترجي السوبر في قطر لما لعب بحازم امام باك شمال. فوجهه نظري ربما الحل ده ما يبقاش يروق لناس كتير، ان حازم امام تم انتقاده بكتير لما لعب شمال، فاعتقد ربما في وجهه نظري بقى اسلام جابر هو الباك الشمال لنادي الزمالك، وبالتالي الرباعي الخلفي لنادي الزمالك هيبقى كالاتي بالنسبه لرايي انا: ابو جبل، محمد عبد الغني، ومحمود علاء اتنين مساكين، حازم امام باك يمين، واسلام جابر باك شمال. طيب نص الملعب مفيش اي مشكله فيه خالص، خلاص طارق حامد وفرجاني ساسي الاثنين حاجزين اماكنهم في نص الملعب. نيجي بقى طبعا ليه قدام، وهنبدا نشوف المشكله اللي يوسف اوباما حط الفرقه فيها. يوسف اوباما هو البلاي ميكر، فوجهه نظري الشخصيه اللي هيحصل، ربما اللي يحصل، يتم ترحيل اشرف بن شرقي هو اللي يلعب كبلاي ميكر، زيزو يبقى على الجبهه اليمنى زي ماتش 3-1 لما نادي الزمالك كسب الماتش الثاني في الدوري، هو يبقى هو الجناح الايمن، ويتم الاستعانه بكاسونجو في مركز الجناح الايسر. كاسونجو في الفتره الاخيره لعب في المركز ده كتير، قوي بدنيا، بيرجع يدافع، سريع لقدام، عنده بعض المهارات شفناها في مباراه اف سي مصر في الكاس، يعني بيأدي بشكل جيد في الفتره الاخيره، وبالتالي في وجهه نظري هو اللي يبقى الجناح الايسر لنادي الزمالك، وطبعا لا خلاف على مصطفى محمد هو المهاجم الصريح. وبالتالي دول التشكيلين اللي في وجهه نظري اسامي اسماء اللعيبه اللي اعتقد موسيماني وباتشيكو هيبقوا الاقرب ان هم يختاروهم للمباراه. اللعيبه بقى دي اللي احنا اخترناهم هيلعبوا ازاي؟ التكتيك بقى، احنا قلنا خلاص الخطه 4-2-3-1 وقلنا اسماء اللعيبه، التكتيك بقى بتاعك في المباراه هتلعب ازاي؟ انا في وجهه نظري التغييرات ربما ما تعملش مشكله كبيره في تاكتكس النادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي احنا عارفين موسيماني راجل مدير فني بيلعب بيه هاي لاين ديفنس، بيحاول يضغط اللعيبه اللي قدامه وبالتالي يمارس الضغط بطول الملعب على نادي الزمالك من نص ملعبه، طبعا اكيد في الحته دي في نص ملعب بيخسر طاقه كبيره زي اليو ديانج، وان كان طبعا حمدي فتحي اكيد يعني اشدنا بيه واداؤه كتير جدا، بس ربما بعد الاصابه، يعني حمدي فتحي غاب شويه للاصابه، بعد الاصابه الى حد ما المستوى لسه ما رجعش زي قبلها، ولكن في طريقه طبعا دي امر بيحتاج وقت، اصابه حمدي فتحي ما كانتش اصابه بسيطه، وبالتالي انا في وجهه نظري ان موسيماني ربما يظل على فكره الضغط بطول الملعب في بدايه المباراه، ويتم التوازن بقى، يعني مش هفضل طبعا اضغط 45 دقيقه، ده مستحيل، ما حدش بيعمل كده، ولكن الفكره ان انا هبدا اضغط شويه في الاول، بعد كده ارجع، بعد كده اضغط، بعد كده ارجع، عشان ما انهكش اللعيبه بتاعتي، ولكن مش هغير التكتيك اللي انا بلعب عليه، خصوصا ان موسيماني من المدربين الفنيين بيلعب كوره دايما على الارض، سلم الكوره رجل في رجل، رجل في رجل، رجل في رجل. ما نقدرش نتغاضى ان موسيماني هو بيفكر بيشوف باتشيكو الاقرب هيعمل ايه. نادي الزمالك احنا زي ما اتكلمنا كتير جدا جدا في تحليل اداء نادي الزمالك في المباريات الكبيره، نادي الزمالك كل لعبه في الماتشات المهمه بيلعب تحت الكوره، بمعنى الفرقه بتلعب زون ديفنس، كله راجع للخلف، والضغط بيبدا من عند نص الملعب، بمعنى بيسيب النادي الاهلي يخرج بالكوره زي ما هو عايز، يعمل بالكوره هنا زي ما هو عايز، وانس ان هو عدى الحته دي يوصل ليه خط منتصف الملعب يبدا الضغط يشتغل على حامل الكوره. مصطفى محمد يبدا يضغط، يجي من ورا طبعا بلاي ميكر بن شرقي في وجهه نظري يعني، وتبدا اللعيبه تمارس غلق عمق الملعب عشان النادي الاهلي ما ينفس
من عمق الملعب، ودي الطريقه المحببه للنادي الاهلي. يعني نادي لما بيلعب على الاطراف بشكل عرضيات اللي نادي الزمالك بيعتمد عليه، وبالتالي لو احنا شفنا الحاجتين للزمالك ربما يكون ده اقرب له، خصوصا كمان وهو فاقد اوراق كتيره وعنده بدلة كتيره، فمش عايز يحطهم في اختبارات كتيره، فاكيد تغييرات اللي نادي الزمالك هيعملها دي هتجبره ان هو ما يخطرش كمان في التكتيك. يعني مثلا لو باتشيكو حب مثلا ايه يفاجئ النادي الاهلي، انتوا عمالين تتكلموا عليا بلعب زون ديفنس بلعب زون ديفنس بلعب زون ديفنس، طيب يلا بقى النهارده انا هفاجئكم بي هاي لاين ديفنس وهضغط من قدام. لا، ما يقدرش يعمل دي دلوقتي لان هو خسر مجموعه من اللعيبه الاساسيه عنده، فمش عايز يحط بقى المتوظفين في غير مراكزهم في اختبارات كتيره ممكن يتكشفوا فيها. وبالتالي نادي الزمالك اعتقد انه هيكمل بطريقه لعبه المعتاده الزون ديفنس ويعتمد على الهجمات المرتده. الهجمات المرتده نادي الزمالك عايزين برضو نوضح فيها نقطه مهمه قوي، ان زيزو وهو بيدافع ما بيوصلش للمساحه دي، يعني ما المدير الفني ما بيخلوش يوصل للحته دي للثلث الاخير. ليه بقى؟ عشان هو معتمد ان لازم اتنين في نص الملعب دول يبقوا هنا بيقشطوا الكوره، بيمشطوا المنطقه دي كلها، وبالتالي وانس ان الكوره قدروا يقطعوها على طول زيزو بينطلق، وكان المفروض بن شرقي هينطلق من هنا، بس هنا هيبقى كاسونجو. لازم دايما ما تخليش الاثنين الجناحات يرجعوا للاخر خالص لاخر الخط، عشان اذا انت قدرت تستخلص الكوره تقدر ترجع بسرعه. من صعب جدا انك تقول للعيب بقى بعد ما انت شكرا رجعت كل المسافه دي يلا بقى ايه يلا بينا افتحها واجري تاني، تبقى صعبه شويه يعني. ولكن فاعتقد نادي الزمالك هيعمل بالظبط زي ما عمل في ماتش 3-1 ويلعب خلف اجنحه النادي الاهلي، هتبقى طايره، خصوصا كمان احنا عارفين النادي الاهلي علي معلول ساعات بيطير ومحمد هاني ساعات بيطير. اشك ان موسيماني يطلب منهم الاثنين مع بعض يطيروا في نفس الوقت، وان كنت اشوف ان علي معلول هو هيبقى اكتر لعيب بيطير من النادي الاهلي على الجبهه اليسرى، جبهه علي معلول واجاييه هتبقى دايما عايزه تضغط على الجبهه اليمين. هم عارفين ان احمد عيد يعني اذا لعب هو ولد صغير، وحازم امام برده النقطه الدفاعيه عنده مش ولا بد فهيتلعب عليها برده اكيد. الجبهه الشمال هيبقى فيها تركيز شويه عشان اسلام جابر متوظف، بس اسلام جابر برده لعيب قوي جدا بدنيا بيقدر يقف، واذا باتشيكو قال له اثبت في الحته دي ما تطلعش كتير هيثبت فيها، هو عنده جسمان بدني بيقدر يخليه يدافع كويس. وبالتالي لما نيجي نربط الاثنين مع بعض هنلاقي ان هم مكملين لبعض. نادي الزمالك عايز النادي الاهلي يبدا يضغطه عشان يقدر هو يعمل الهجمات المرتده، وهنا ده الاختبار للنادي الاهلي ازاي هتصلح الخطا الفادح اللي عمله رينيه فايلر في ماتش الدوري لما لعب مجدي قفشه جناح. وبالتالي موسيماني اكيد هيبقى طالب من حسين الشحات دايما انه يساعد محمد هاني في العمليه الدفاعيه وما يسيبوش لوحده خالص قدام لعيبه نادي الزمالك. محمد هاني في ماتش ال 3-1 اتساب لوحده كتير في اختبارات كانت صعبه جدا 2-1، وحتى في 1-1 مع بن شرقي كان صعب عليه، فنتج عنها هجمات واول هدف نادي الزمالك جه من الجبهه دي. وبالتالي انا اعتقد موسيماني هيبقى بيحاول يصلح اللي حصل في الجزئيه دي. فيما يخص معركه نص الملعب اعتقد ان برضو طارق حامد وفرجاني ساسي ربما يكون عندهم التزام تكتيكي بالبقاء قدام الاثنين مسلكين اقرب فتره، وعدم سيبان مجدي قفشه ومروان محسن ان هم ياخدوا المساحه دي. ليه؟ نقطه مهمه جدا. واحده من النقط اللي موسيماني بيفضل فيها مروان محسن ان هو لما بيجي يعتمد على الكرات الطوليه في بعض الاحيان مروان محسن بالنسبه له هو المحطه الافضل عشان ينزل الكره على الارض. طيب لما الكره بتطلع عاليه مين اللي بينزلها على الارض؟ مروان محسن. طيب مين اللي هياخدها؟ مين اللي هياخد السكند بول؟ مجدي قفشه. مجدي قفشه عشان ياخد السكند بول لازم تبقى الحته دي متفرغه له تماما، فهنا بيحتاج ان حمدي فتحي وعمرو السوليه يسحبوا الاثنين في نص ملعب بتوع نادي الزمالك معاهم. فده يحصل انت لو انت بتلعب بهاي لاين ديفنس يبقى عندك فيها ازمه. ليه؟ انك دايما تبقى مركز مع اثنين اللي جايين من نص الملعب وهتسيب وعينك مش هتروح للبلاي ميكر الا في حاله واحده ان البلاي ميكر بتاعك يرجع يدافع، وهنا بنتكلم على اشرف بن شرقي، فده هيحط عليه ضغط بدني اكتر. وبالتالي لو طارق حامد وفرجاني ساسي اخروا نفسهم شويه هيقدروا يامنوا الحته اللي مروان محسن هيحاول ان هو يلعب السكند بول ليه مجدي قفشه، ولكن طبعا ليها عيب، ايه العيب بتاعها؟ ان طارق حامد وفرجاني ساسي دايما هيبقوا متاخرين لورا، هيبقى في تاخير لورا. في حاجه وطبعا يعني في حاجه هتتخسر، يعني اكيد نادي الزمالك خروج يوسف اوباما وخروج عبد الله جمعه من التشكيل هيفقد نادي الزمالك شيء في نص الملعب، لازم غصب عنك، انت مضطر. ليه؟ عشان انت عايز توظف لعيبه، يعني بن شرقي انت بتخسره طبعا على الطرف، شفنا بن شرقي كان قوه هائله على الطرف في مباراه النادي الاهلي في الدوري 3-1، لكن انت دلوقتي بتدخله في ارض في قلب الملعب، في قلب الملعب عليك
برضو بعض الوجبات الدفاعية بس في العمق، والعمق إلى حد ما ربما يحتاج مجهود زيادة في الماتش ده، مش في أي ماتش، لا في الماتش ده، ده ماتش فاينل وماتش خناقة نص ملعب، فاللي هياخد نص الملعب أكيد هيبقى عنده يد عليا في الأمر. ولكن نقطة بس ممكن تخلي الزمالك ها يعني يتجاوز غياب يوسف أوباما، إن طارق حامد وفرجاني ساسي يأخروا نفسهم شوية عشان ما يسيبوش المساحة لمجدي قفشة يلعب ما بينهم. مجدي قفشة لو خد المساحة دي أكيد مشكلة. الوضع في الاعتبار برضو إن نادي الزمالك عنده زي ما قلت كذا مرة عنده في ميزة بياخدها من ملعب استاد القاهرة عن ملعب برج العرب، إن ملعب استاد القاهرة أضيق شوية، ملعب برج العرب شويه واسع، فالنادي الاهلي فيه بيقدر يعمل فيه ستريتش، في ملعب القاهره استاد القاهره الملعب ضيق سنه شويه، وبالتالي بيقدر الزمالك يقف في الزون ديفنس كويس ومقفل وقافل الثغرات اللي النادي الاهلي بيحاول يخرج منها. وبالتالي لما نتكلم تاني على خناقه وسط الملعب، بن شرقي هيبقى مضطر في الحاله الدفاعيه يبقى لعيب ثالث مع فرجاني وطارق زي ما كان يوسف اوباما بيعملها، ودي تحتاج جهد بدني، عايز انك ترجع تفضل ثلاثة عشان الخطة تتقلب ليه 4-5-1 في الحالة الدفاعية وما تسيبش ثغرات لعيبة النادي الاهلي. في الناحية التانية نادي الاهلي لما يشوف نادي الزمالك بيلعب زون ديفنس لازم 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 يسرع في تمرير الكورة عشان يربك لعيبة نادي الزمالك. واحدة من الطرق اللي بتسهل مسألة الزون ديفنس انك تلعب قدامي باص بطيء، تعرف باص بطيء غلط، لازم تتحرك بدون كوره بشكل سريع جدا ولمسه واحده، تبقى قفش على الكوره كتير، دي واحده من الطرق المهمه اللي بتكسر بيها الدفاع الزون ديفنس. ودي حاجه طبعا اذا قدرت ان انت تضغط لعيبه نادي الزمالك، دي نقطه مهمه برضو عايزين نقولها. نادي الاهلي مهم قوي اذا نادي الزمالك فضل يلعب بالزون ديفنس، بتكلم بقى على البيلدينج اب، احنا ما بنتكلمش الكوره في الملعب، لنفترض كان ده ابو جبل هيبدأ الهجمة، طب النادي الاهلي يعمل ايه بقى؟ لازم تضغطه في نص ملعبه، ليه؟ عشان تجبره يعمل حاجة من اتنين. لو نادي الزمالك لقى النادي الاهلي بيضغطه من هنا اهو، اللعيبة هترتبك، هتروح عاملة ايه؟ عاملة الكرة الطولية. فالنادي الاهلي هنا هيلاقي عنده مساحة انه يستخلص الكرة بسهولة ويسترجعها بسرعة، أو انه يغلط نادي الزمالك ويخليهم يعني ايه ياخدوا ثقة زيادة في قدراتهم، فيبدأوا يعملوا ويلدنج أب على الأرض. يعملوا التحضير على الارض، فساعتها لو الكره اتخطفت يجيب هو جون. ده امتى حصل لو تفتكروا؟ لما كان الكابتن حسام بدري مدير فني الاهلي وكان الكابتن ايهاب جلال مدير فني نادي الزمالك، وفي المباراه اللي خلصت 3-0 لما اظهروا جاب الهدف الثالث، فالمباراه دي الهدف الاول جه كده نادي الزمالك كان مع الكابتن ايهاب جلال بيعمل البيلدنج اب على الارض، فالنادي الاهلي ضغط عليه واستخلص منه الكوره، وليد سليمان خد الكوره من طارق حامد على الجبهه اليمنى ولعب الكوره عرضيه ليه مؤمن زكريا جاب الهدف. فدي واحده من الطرق برضو اللي بتكسر بيها موضوع ان الفريق متراجع وعامل زون ديفنس وبيحاول يعمل بيلدنج اب من ورا لقدام، فهي ببساطه عباره عن نسبه وتناسب، لو عمل كذا يا جماعه هنعمل كذا، لو عملوا كذا هنعمل كذا. في كل الاحوال اكيد الفريق اللي بيضغط اللي بيتحرك كتير بدون كوره اللي بيجري بيبقى كل همه انه عايز يستخلص الكوره، احنا عارفين نادي الزمالك في خط الدفاع، نحن هنا قاعدون، نحن هنا جالسون، ما بنطلعش، اتفضل الكره معاك اعمل بيها اللي انت عايزه، وانا هعتمد على الهجمات المرتده، لان دلوقتي بعد غيابات كورونا اشك كتير قوي ان ممكن باتشيكو يتخلى عن الاسلوب ده ويلعب ضاغط على النادي الاهلي. ده كان تحليل شامل لما قبل مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك، أو الزمالك والأهلي إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله، اللي ربنا يوفقه نقول له ألف مبروك، واللي يخسر أكيد مش نهاية الدنيا، هنقول له هارد لك وقدامك بطولات أخرى تقدر تعوض فيها، وكامل كامل كامل دعائنا بالشفاء للست لعيبة اللي تأكد عندهم كورونا في الأهلي والزمالك النهاردة، وبإذن الله نشوف مباراة تليق بالكرة المصرية وبجماهير الكرة المصرية في مصر. شكرا جزيلا ليكم، كنت معاكم كريم سعيد.